السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، آسف على الانقطاع. قالوا: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمين. الشيء الحلو هو أنه لما يعلموا أن الله اصطفى لهم الدين الإسلام، هذه بشارة لهم تقوي دواعيهم على الرغبة فيما يكلفهم به الإسلام، لأنهم إن تحققوا أن الله سبحانه اصطفى لهم ذلك، علموا أنه لا محالة يعينهم، فيسهل عليهم القيام بحكم الإسلام. يا شباب، بدكم تضيفوا شيء؟ يا غاليين، يا حلوين، اليوم كان المجلس كتير حلو. اللي بيحب يجي يشارك، اللي ساكن او بيمر من ستوكهولم بيحب يجي لعنا لهون عبيت اخونا ابو مجد، يا مرحبا، يشاركنا مجلس القران. أيوة، والما بيحب كمان بده يشارككم على طريق الانترنت كمان مرحبا فيه. ان شاء الله احنا سوف نتابع ان شاء الله بالايات التاليه الاسبوع القادم. ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. لا أحد أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الله يجزيكم الخير، إن شاء الله نتابع معكم الأسبوع القادم. الله يجزيك خير أبو مجد، أخونا مجد الدين، أخونا أبو محمد. تحبوا تسلموا تحكوا شيء قبل ما نختم المجلس؟ جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعله في ميزان حسناتكم جميعا. تفضلوا معنا يوم الجمعة الجاي على السيران، الله يرضى عليكم. سيران في 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 سورة البقرة. مروا بس زكاتكم على دكانة طاهر بن عاشور ودكانة الطبري ودكانة، جيبوا شوية شغلات معكم، والقرطبي والشوكاني والسعدي والصابوني وكلياتهم. يلا يلا، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.